بسم الله الرحمن الرحيم. حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب. واجب كنهن صومه مكلت يعني نهن وعدي في يفطرين كاتككي وفطر ممد عليه صوم يجلينه نهيك ويروي صوم مخصوليني كن تبدي ونهن ما يكاد وكفارة الجماع إنها نملس صومانا كن تبدي من لبانا هي نما السروح تني علماء ينمي نهاراكا صومو سنة صوم باشتا مرياني ونهن ما فردي صوم يعني فردي صوم كاد مكله اللي راعيه قحسو عادي يعني هي تو فردي صوم مكلة تككي رمضان قضاء تكو ونهن ما كفارة اليمين لبانا هي نصوم تكو ديبان مكله تونا هنيهم فردي سوميت تدخله يا مري تو ايرو يدخلين يا عذر مرينه يا جلين مي كك يا عين مدع انت ما فد انت عذر يا وعدي بيا كتكين فردي سومكو راعا سفرك فردي سوم كادو كا كراعا سر المكلا ما باي تونا لا كك يا عين ما فد انت على يد حال تككا تككي عذري عذر كك يا عذر مرينه كك يا وعو فردي سومي مكلا يدسوغي هن هي كا وايرو يجيلي كا تككي كال تنيم تيتل تنيمي لبن ملسين ملكين التنيمي ايرو غير ايرو تو ايرو هفتكو مكلا انا متو كلين كين متنا ايرو مكلا انا كين تبدي كفارة تو احتكي كين المتن كفارة كي انا ما جماع رمضان ايرو رمضان على سكال لعوت برد في دي انجليها نمو التنيمي كها غيري مال التنيمي هنا يعني هي تو عدي تو يفطري من سبتة عزن مرينه يفطري من سبتها رمضان السكر رعته تم كلا كدت يعني هو عدي عزن مرينه يفطري من سبتها أو تفطري من سبتها تو بق واجب كين التاني هي تو مرلا يلا ليدوريني أنه تنتامتا مع جنا هي أنا من ندامتين هي سني ربك الله حيتانا ما فد انت علماي أكنك أي كفاراك تممه كين التنمي ملي مساكين أسكمين كين المتنى كفارة كادو نمال سسومان كين المتنى إن كيرو مكلانا توبتانا هن وعدي مثلا معاني مالت يحونو معو يحونو فرق صدقات يتحونو يلا فنها كبدي ديوانا هن معاني فرمو بانا واسوكينك ملي توبتا باسطانا مفردنتا تو ايروكو يجليني هن ايرو هفتكو ايرو مكلانا ما فدينتا ين علماء